السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسؤولية الاجتماعية للموظف. هل تعلم أن عمر رضي الله عنه كان يتجول في الليل ليتحسس أحوال الناس؟ في المسؤولية الاجتماعية تعني الموظف. وهل تعلم أن الصلاة لا تطال التلاوة فيها خشية على الضعيف والكبير وذو الحاجة؟ حتى أنه عندما أطال التلاوة في الصلاة أحد الصحابة عنفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ فإذا كانت الصلاة وهي عماد الدين يراعى فيها الفروقات الاجتماعية، فمن باب أولى كذلك في الخدمات الوظيفية والأشياء أن تراعى فيها المسؤولية الاجتماعية. فالعلاقة بين الموظفين وبين المجتمع المدني علاقة وثيقة، وهنالك تعاون وثيق نشأ عليه الناس. ونذكر كتطبيقاً لهذا في التاريخ العماني، في التاريخ المجيد كان من عادة الناس عندما يحضرون مجلس القضاء كان يحضر الأعيان ويحضر أشخاص من المجتمع لإصلاح ذات البين، فلا يدعون الأمر يمشي بطريقة قانونية أو شرعية فقط، بل إنهم يتدخلون للإصلاح حتى يؤلفوا بين القلوب فيشعرون بالمسؤولية في إصلاح ذات البين. وهكذا فهذه المسؤولية الاجتماعية في التعاون بين الموظف وبين عموم الناس. فمسؤولية الموظف أن يشعر كذلك، لأنه هو في حقيقة جزء من هذا المجتمع، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هناك الكثير من الأشياء التي يستطيع أن يفعلها الموظف لتسهيل المعاملات وللإحسان، فوضع اللوحات الإرشادية هذا مسؤولية اجتماعية، لأنه ربما يأتي شخص لا يعرف أين موقع، وإخبار كبير السن عن الإجراءات أيضا هذا مسؤولية اجتماعية، والبشاشة في وجه الناس والمراجعين من المسؤولية الاجتماعية، لأنك اليوم أنت مستقبل، أنت موظف، وغدا أنت مراجع في مؤسسة أخرى، فكما أنك تحب أن تستقبل ببشاشة وابتسامة فكذلك استقبل آخرين ببشاشة وبابتسامة. فالمسؤولية كذلك في تسهيل المعاملات على الناس وعدم التأخير بهم يؤدي إلى تطوير العمل. فمثلا لو أن إنسانا من ضمن مهامه عمل الحسابات عبر الحاسبة لإخبار المراجع عن عدد معين وعن رقم معين عليه في شيء معين، فلو أنه استخدم برنامج الأكسل ووضع فيه القالب الذي يحسب الأرقام تلقائياً، فإن هذا سوف يسهل في إعطاء النتيجة سريعاً للسائل، لأن المسؤولية الاجتماعية تجعلك تشعر أن هذا محتاج إلى أن يغادر بسرعة لأنه عنده أعمال أخرى. فالمسؤولية الاجتماعية داعمة للعمل. من يستشعر مسؤولية اجتماعية يحاول أن يبدع، أن ينجز سريعاً، أن يراعي الآخرين، وهكذا. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.